قالت هيئة كبار العلماء في السعودية إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله الذي لا إله غيره ديل من أجرم خلق الله في أرض الله. يا أخي ناس قالوا نعترض على الله والرسول ذاته ما عندنا مشكلة، ديل أجرم منهم منو تاني. الاعتراض حتى على الإسلام ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله. انت لو فعلا سلفي وسني وشميت رائحة السنة بين خرتك ساي، المفروض والله بيان هيئة كبار العلماء ده والقرار بتاع المملكة ده تأيد وتقيف معه ألف أحمر. ليه؟ لأنه حق، مش لأنه دي المملكة ولا غيره، لأنه ده حق. الدولة الدينية مرفوضة عندنا، ونحن نريد دولة مدنية. نحن نريد دولة مدنية، وأنا أعلنها مدنية. لا يوجد في الإسلام ولا في العالم ما يسمى دينية. يا ناس في كلام أوضح من كده؟ ما داير دين، ما داير أي دين في الدولة، بل أكد لي قال لك الدولة الدينية عندنا شنو؟ مرفوضة. وربنا سبحانه وتعالى قال الحكم لابد يكون دين وعبادة، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ده قال ما داير دين ولا داير دولة دينية، ده واضح. والله أي أخو مسلم ما يقدر يتفكى من الكلام ده. الحرية مقدمة على الشريعة، الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. عندي الحرية قبل تطبيق الشريعة. ديل فيهم خير يا أخوان؟ ديل فيهم خير؟ أوعك تتغشى. يجوك أخي مسلم يقول لك الشريعة، لما الشريعة؟ هو بس جاع داري ياكل، مجرد ما يجوع بيرفع شعار شنو؟ الشريعة. ما في جماعة شوهت الإسلام ودمرت المسلمين. يا أخي دمروا سوريا، دمروا العراق، دمروا اليمن، دمروا ليبيا، فتنوا السودانيين، دمروا مصر. ما في جماعة دمرت المسلمين وشوهت الإسلام أبدا على الإطلاق مثل جماعة الأخوان المسلمين. دمروا العقيدة يا أخواننا، هم اللي وقفوا مع الشيعة، هم اللي بنوا القبب، قبة البرع اللي بناها منو؟ بناها علي عثمان محمد طه، جنسه شنو؟ حزب الأخوان المسلمين. قناة طيبة اللي بتنشر في منهج الإخوان والسرورية والتكفير والضلال، منو دعمه؟ مين دعمه؟ ناس وصلونا المرحلة دي، لليلة بنعالج ونكورك والدعاة كوركو ويدقوهم وين؟ ويعوقوهم وين؟ أخونا ذاك كسروا يده في الحضور، وذاك وين؟ وقاعدين سجنوا بسبب معالجة لما أفسد البرعي بمعاونة الإخوان المسلمين، عصام البشير وعلي عثمان محمد طه والجبهجية المعاون. وحتى الله أخونا والله فوق راسنا، ما وحتى الله تعبد في البرعي، بتعبد في الصابونابي ولا صايم ديمة ولا الركيني، ما أخونا. قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده، ما في لك في الدين.